مصر احسن من بدري. فالطبيعي جدا ان حسام يبقى يعرف يدور ويعرف حاجات كتيره جدا نجح فيها. واعتقد ان الاجواء في النادي الاهلي يا محمد مثاليه بفضل الله. وعشان كده عايز كابتن عادل في جزئيه مهمه جدا. دائما كان حته الانديه الكبيره كابتن يقول لك المدير الفني الاجنبي هو اللي بينجح، ولكن كابتن حسام بدري تقريبا جه غير هذا المفهوم مع النادي الاهلي. انا متعاطف مع المدرب العربي والمصري، يمكن الكابتن حسام البدري في الوقت الحالي عمل افضل من المدربين الاجانب اللي احنا جبناه. ليه؟ لانه قريب من التفاهم من اللاعبين. وكمان حاجه مهمه جدا، يمكن احنا المقوله بتاعت المدرب الاجنبي احنا بنجيب اقل المدربين في العالم. ليه؟ انت ما تقدرش على المدرب الاجنبي اللي ممكن يجي يغير لك منظومه كوره في مصر، لانه ارقامهم عاليه قوي. انت بتاخد الليفل الثالث من الليفل الثالث في المدرب الاجنبي. فانا افضل ان المدرب العربي او المصري كمان يبقى مدرب كويس. اولا انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، كابتن حسام البدري اشتغل كتير قوي مع مانويل جوزيه كمدير كوره في البدايه وكمدرب. مسك النادي الاهلي ثلاث ولايات، يمكن انجح ولايه لي دي. صحيح. هو نجح في الولايتين اللي قبل، خبرات لكن زاد الخبرات عنده. الحاجه الثانيه المهمه اللي عايز اقول لك عليها، هو كل مدرب وليه طريقته، هو عنده طريقه خاصه بيه. ودائما الناس تقول ايه؟ اللي بتكسب بيلعب هو طريقته جيد فيها. وكابتن ربيع وكابتن شريف اتكلموا اكتر من مره، ويمكن كابتن ربيع قال ايه كابتن حسام البدري افضل مدرب مصري. انا في الوقت الحالي بقول لك فعلا هو افضل مدرب في الدوري المصري في الوقت الحالي. صحيح. ويستاهل ان هو يتواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي. صحيح. ويستاهل ان هو ممكن يكمل مع النادي الاهلي اكتر من سنه كمان. ايوه كابتن. كابتن شريف بقى السؤال اللي انت بتحبه، كم تتوقع المباراه كام كام؟ بالتوكل توفيق النهارده ان هم بس يعني احنا المره اللي فاتت في ماتش الاسيوطي قعدنا ننفخ ونعمل وكسبنا واحد بالعافيه. لا النهارده هغير طبعا ان شاء الله 3-0. كابتن ربيع ان شاء الله ماتش كويس وديه كويس ان شاء الله. كابتن عادل شايف ماتش كويس ان شاء الله، وبدايه المباراه تفرق بين الفريقين طبعا. كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله، وزي ما بقول كابتن شريف بقى مدام غير النهارده 3-0 ان شاء الله المكسب يبقى حليف النادي الاهلي النهارده. وثلاث نقاط لوصول نقطه 63، حاجه مهمه جدا ان انت بتكسر ارقام، والنهارده رقم جديد ممكن يتكسر من خلال مباراه النهارده في عدد مرات الفوز. خلينا هنكون معاكم بعد الشوط الاول، تحليل فني للشوط الاول، هنكون معاكم ايضا بعد الشوط الثاني كمان، ويكون نتيجه فوز مهمه جدا معاكم من خلال استاد الاهلي ان شاء الله.